نستكمل حديثنا عن آلام الرقبة، وكنا وقفنا على إجهاد العضلات الرقبة لوسيلة الأوضاع الخاطئة وارتخاء عضلات الرقبة اللي هو استمرار الوضع السابق مدة طويلة. والنهاردة بنتكلم عن حاجتين: وضع الجلوس والنوم والتمرينات. وضع الجلوس والنوم بالنسبة للرقبة، كلنا بنقعد، الإنسان يا إما واقف يا قاعد يا نايم يا بيجري، يعني دي الأوضاع اللي إحنا لابد نعرف بنعمل إيه في كل حاجة منها. وزي ما قلنا المرة اللي فاتت إن العمود الفقري تكوينه 3 حرف سي أو 3 كيرفات أو تقوسات، لسبب إنه بيشتغل زي السوستة، يعني دوره إن يبقى زي السوستة أو السبرينج، يعني لامتصاص الصدمات. إنما في وضع الجلسة والنوم دي أوضاع سيئة للرقبة والظهر، وللأسف إن إحنا بنقعد كتير قوي وبننام برضو أحيانا بأوضاع خاطئة، ولهذا سمي آلام الظهر والرقبة سميت مرض العصر. ليه؟ لأن ارتباطها بالجلسة، وده اللي هو عصر الكمبيوتر والتلفزيون واللابتوب والنينتندو والبلاي ستيشن. يعني للأسف دي أوضاع بقينا بنتمادى فيها وللأسف كمان بصورة خاطئة، مش بس طول المدة. إذا النوم لابد الكيرف أو التقوس اللي خلف الرقبة لابد إن يكون مسنود أو مليان. بمعنى لو أنا جيت في الوضع الجانبي بنلاقي الرقبة فيها التقوس الأمامي ده، يعني في فراغ ما بين الراس والكتف. الفراغ ده لابد يتملي في الجلسة بإن إحنا بنحط ساند خلف الرقبة، يعني لو قعدنا وبنقرأ أو بنتفرج على التلفزيون أو بنستخدم اللابتوب أو أي شيء من هذا القبيل، إحنا الأول بنحافظ على وضع الزاوية القائمة اللي هو بنقيسه زي ما قلنا المرة اللي فاتت بهذا الشكل بين السبابة والإبهام، كأنه لابسين رقبة إسفنجية. بالإضافة إنه بنحط خلف الرقبة على الكتف يعني مخدة اللي هي حرف السي أو شكل الحدوة زي اللي بنشوفها في الطيارات، ودي موجودة متوفرة بكل الأشكال. وأسهل شيء إن بنجيب برول أو فوطة ونلفها ونحطها في هذه المنطقة بحيث أبقى ساند الرقبة عليه. إذا ما نسيبش الرقبة بدون سبورت أو بدون دعامة. طب ده وضع الجلسة والنوم. وضع النوم المثالي زي ما قلنا برضو إن نحط شيء يملى الفراغ بين الكتف اللي هو في منطقة الكتف بين الكتف والرأس، وبرضو أفضل شيء هو أي شيء شكله أسطواني زي فوطة ملفوفة أو بشكير ملفوف. ومن أسوأ الأوضاع للرقبة وضع النوم على الوجه، طبعا رغم إنه كويس للظهر إلى حد كبير، وكتير بعد عمليات الجراحية بننصح المريض ينام على بطنه لأن ده بيفرد عضلات الظهر زي ما هنقول مستقبلا. ولكن بالنسبة للرقبة، الرقبة هتروح يا إما في الوضع الشديد اليمين كده أو العكس ناحية اليسار. إذا وضع النوم على الوجه بالنسبة للرقبة ده ممنوع. إذا وضع النوم المثالي بالنسبة للرقبة هو الجنب أو على الظهر مع وضع ساند أو أسطوانة، شيء أسطواني زي ملفوفة، فوطة ملفوفة أو بشكير ملفوف في المنطقة دي في الفراغ ما بين الراس وكده. وممنوع النوم على الوجه. طب هنا يبقى قلنا وضع جلوس النوم، إيه بقى التمرينات اللي ممكن نعملها عشان نقوي عضلات الرقبة؟ الحين كتير من الناس يقول لي أنا ما أعرفش إن في تمرينات، أنا بعمل علاج طبيعي. العلاج الطبيعي طبعًا كويس وليه استخدامه، ولكن هم اللي بيعملوه مش احنا. يعني بيتعمل الترا ساوند، موجات فوق صوتيه او موجات قصيره او تدليك او مساج او ليزر، كل ده اشياء كويسه لتحسين الدوره الدمويه وتخفيف الالم، ولكن مش تقويه العضله. تقويه العضله بواسطتنا احنا. تمرينات تقويه عضلات الرقبه بنسميها تمرينات تقويه عضلات الرقبه من وضع الثبات. يعني ايه الكلام ده؟ ان في حركه للرقبه للعضلات عموما اسمها الحركه الديناميكيه، زي لما نحرك نهايه الاطراف الاوضاع، أو الحركة الاستاتيكية أو الثابتة اللي هي في وضع الثبات. إني بجيب إيدي، تاني عشان كلكم نبقى ملاحظين الوضع ده، بيبقى النظر أفقي والمسافة بين الدقن والصدر زاوية قائمة كأننا لابسين رقبة إسفنجية. ونجيب الإيد للناحية اليمين ونزق بقوة جدا اليد ونمنع بالراس كأن في مقاومة، قوة ومقاومة، ونعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وبين الناحية الشمال وبرضو نحافظ على الوضع الأفقي والزاوية القايمة، ونعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وبين نجيب الإيد قدام وبرضو في النظر أفقي والزاوية قايمة بين الدقن والصدر، ونعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وبين نجيب الإيدين نشبكهم خلف الرأس وندفع بقوة ونمنع بالإيدين، ونعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يبقى مرة ثانية التمرين ده كام عدة؟ 40 عدة، 10 في اليمين و10 في الشمال
و10 قدام ضد قبضة اليد و10 خلف الرأس. 40 عدة دول بنكررهم كذا مرة في اليوم، كام مرة؟ 10 مرات، يعني 400 عدة في اليوم. معنى 400 عدة إن أنا هقسم اليوم 10 مرات، كل مرة 40 عدة. يبقى إذن هذه التمارين الهامة والبسيطة لو شفنا إزاي الواحد ممكن يعملها وهو في البيت وهو في عمله وهو في أي مكان، في السيارة حتى في العربية، يعني إذن قصة مش صعبة، واللي هيفكرنا بيها برضه وجود الآلة إلى حد كبير. إنما أنا شخصيا بدعوكم كلكم السادة المشاهدين إن نعمل الكلام ده حتى لو مفيش ألم، لأنه بيقوي عضلات الرقبة. والحقيقة إن إحنا كنا عملنا هذا التمرين، طبقناه على فريق كرة القدم النمساوي سنة 91. وطبعا زي ما احنا عارفين كرة القدم الأوروبية ويعني برضه والأمريكية فيها عنف شديد، وكانت نسبة إصابات عالية جدا لدرجة كسور وإصابات خلع في الرقبة وانزلاق غضروف وخلافه. لما طبقنا هذا التمرين لمدة 3 شهور زاد قطر الرقبة بتاع اللاعب اللي بيؤديها ملي ونص، يعني برضه حاجة كبيرة جدا لدرجة لازم يغير رئة الأمراض. ولكن الأهم من القصة دي إنه نقصت نسبة الإصابات الملاعب لنفس الفريق 80%. إذا القصة جات لنا إزاي، الفكرة إزاي أقلل من إصابات لعيب الكرة؟ ما أقدرش أعمل حاجة ألبسهم رقبة إسفنجية، مش طبيعي ومش هتمنع كذلك، ومش هيبقى شيء منطقي رياضي لابس رقبة إسفنجية. ولكن عندنا ربنا سبحانه وتعالى إدانا العضلات اللي هي ممكن تشيل الرقبة لهذا الحد، فإذا استمرارنا على هذا التمرين لمدة شهر ونص ممكن ينقذنا من عملية الانزلاق الغضروفي، ممكن ينقذنا من عدة غضاريف تانية، لدرجة إنه في كثير من الأحيان بيجي مريض يكون عنده نتوء غضروفي في بدايته وبنصحه بالتمرينات، فيقول لي لا أنا أفضل العملية. يعني بيصل إلى هذا الحد، أنا عايز أعمل عملية لأنه هخلص من العملية. فالحقيقة بخوفه وأقول له طب لو تعرف إن بعد العملية نفس التمرينات دي مطلوبة، وده حقيقة، إن من خلص العملية الجراحية وانتهى الأمر، العملية هي جزء من القصة الكاملة، إن لازم أرجع الرقبة لحالتها الطبيعية. بل إن في فايدة جامدة كبيرة جدا في هذه التمارين، إنه أنا لما هعمل عملية لا قدر الله يعني لمريض في غضروف واحد، أنا عالجت هذا الغضروف، ولكن الوقاية بهذه التمرينات بيقي كل الغضاريف. إذا أنا بدعو السادة المشاهدين أنتوا تعملوها وتقولوا لقرايبكم وجيرانكم وأصدقائكم، لسبب إن دي حاجة تسعدنا جميعا في المجتمع، إن نبقى بصحة جيدة. بفكر طبعا السادة المشاهدين التعليمات دي مش حكر على حد، بمعنى واحد ما عندوش ألم في الرقبة ممنوع يعملها. ويمكن قلت لكم القصة بتاعت الطيارة، إن جاري اللي في الكرسي اللي جنبي لما شافني بعمل هذه التمارين سألني إيه قصتها، فقلت له إن عندي غضاريف في الرقبة، وعشان أطمن السادة المشاهدين مش كل غضروف أو كل انزلاق غضروفي بنشوفه يساوي عملية، لأن إحنا ما بنعالجش أشعة. أنا ممكن أشوف 3 أشعاعات لمرضى أو رنين مغناطيسي، الثلاثة فيهم نفس الغضروف بنفس الحجم، واحد مش بيشتكي على الإطلاق، واحد ألم بسيط في الرقبة، التالت ضغط شديد على العصب. بسبب إيه؟ أول حاجة قوة عضلات. ولازم نرجع نقول تاني وأفكر، أكتر ناس بيحصل لهم إصابة في الغضاريف بتاع العمود الفقري الرياضيين اللي بيشيلوا أوزان جامدة وبيقفزوا وبيجروا بيركبوا خيل وخلافه، ولكن أقلهم الإحساس بالألم أو الشكوى أو حصول مضاعفات ليهم هم الرياضيين كذلك، لأن عضلاتهم قوية. نرجو إن نطبق هذه التعليمات كلنا طول النهار، ولو نفتكر كده تاني برضو إيه الفرق بين اللي إحنا قلناه وبين العلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي ما يضرش، بنعمله أحيانا، ولكن مهما عملته في اليوم هيبقى نص ساعة أو ساعة، طب وباقي ال 24 ساعة؟ ميزة هذه التعليمات إن تطبق على مدى ال 24 ساعة، خلال إحنا مستيقظين في المكتب في العربية واحنا نايمين كذلك، ثم تمرينات التقويه اللي بنعملها على مدار اليوم. يعني ما يجيش شخص يقول لي او اخ او اخت تقول لي انا صحيت الصبح عملت 400 عده وخلصت، غلط، لان ده اجهاد للعضلات. اذا برجاء متابعتنا، وهنقول المره الجايه ان شاء الله نبدا في الاوضاع المجهده للظهر وفي منطقه الفقرات القطنيه. واشكركم على حسن استماعكم ومشاهدتكم، والى اللقاء. كل واحد
الشباب.